استطيع ان اقول انه لم تبقى الا بعض الايام اللي تسمح لنا نقيموا تقييم نهائي ليفتح هذا المستشفى اللي احنا في حاجه اليه لانه سيكون مختص في جراحه قلب الاطفال وهو من المستشفيات اللي احنا نحتاج عندنا واحد في وهران عندنا بعض المصالح الطبيه في المستشفيات الجامعيه لكن هذا راح يكون مختص وانتم لاحظتم انه المعدات الطبيه الموجوده به هي معدات حديثه متطوره تسمح بالتشخيص الفعلي